السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة النهاردة هنتكلم عن الأيزو 3000. أنا كنت اتكلمت عنه في حلقة قبل كده وهسيب لك لينك الحلقة تحت في الوصف. وجات استفسارات كتيرة جدا على الحلقة دي. من أشهر الاستفسارات دي أنا بستخدم قرص العلاج بتاع الأيزو 3000 والحبوب. بعد ما أخلص قرص العلاج الحبوب بترجع في بشرتي مرة تانية. الفكرة كلها أنت فعلا استخدمت قرص علاج صح؟ النقطة التانية برضو، مين هم الأشخاص اللي ينفعوا يستخدموا حبوب الروكوتان؟ النقطة الثالثة، تأثير الروكوتان على الحمل. والنقطة الأخيرة، الآثار الجانبية اللي بيسببها الروكوتان. لو أنت فعلا بتستخدم الروكوتان أو أي نوع بيحتوي على مادة الأيزوتروتونين يبقى المفروض تتابعني في الحلقة دي بالذات بورقة وقلم. الأيزوتروتونين، الايزوتروتونين ده اسم الماده الفعاله، وهتلاقيه موجود في اسماء تجاريه كتيره جدا زي الكيور اكني، زي الزركتان، زي النيتلوك، زي الروكتان. دي كلها اسماء تجاريه لماده فعاله واحده اسمها الايزوتروتونين. هتلاقيه موجود بتركيزين، تركيز 10 مللي جرام وتركيز 20 مللي جرام. السؤال الشهير جدا، مين هم الاشخاص اللي ينفعوا يستخدموا حبوب الروكتان؟ الاشخاص اللي ينفع يستخدموا حبوب الروكوتان هم الاشخاص اللي فعلا تعبوا من كتر العلاجات بتاع حب الشباب وما جابتش معاهم نتيجه. الاشخاص اللي هم حب الشباب في بشرتهم قوي جدا لدرجه ان هو ممكن يسيب ندبات، يعني بمعنى ان الاشخاص اللي حاله حب الشباب بتاعتهم خفيفه اللي ممكن تستخدم باي استخدامات عاديه، ممكن باي علاجات عاديه ممكن تخف وممكن حب الشباب يروح، ده ما ينفعش يستخدم حبوب الروكوتان. بمعنى ان الروكوتان اللي هي الحبوب او الاقراص الروكوتان بلجأ ليها كآخر حل من حلول علاج حب الشباب. النقطة التانية برضو ان هو ما ينفعش يستخدم للأطفال تحت سن 12 سنة. السؤال، انا بستخدم حبوب الروكوتان وبعد ما خلصت القرص الحبوب رجعت في بشرتي تاني. الفكرة كلها، فعلا انت استخدمت قرص الروكوتان صح؟ يعني المدة الزمنية اللي استخدمته فيها صح ولا لا؟ الحتة دي بالذات لازم تطلع فيها ورقة وقلم. المفروض ان الشخص ياخد جرعه تراكميه يوميه من الايزوتروتونين. يعني ايه؟ يعني كل كيلو من وزن الشخص المفروض ان يحصل على 120 مللي جرام من الايزوتروتونين طول فتره العلاج او طول كورس العلاج بتاع الروكوتان. بمعنى، سيبنا اوضح لك الحته دي، لو شخص وزنه 60 كيلو جرام وبياخد جرعه 20 مللي جرام من الروكوتان، المفروض ان هو يمشي عليه مده قد كيف او فتره قد كيف؟ تضرب وزن الشخص اللي هو 60 كيلو جرام في 120 مللي جرام اللي هي الجرعة التراكمية الثابتة، هيساوي 7200 مللي جرام. يعني 7200 مللي جرام دي جرعة الروكوتان اللي المفروض جسمك ياخدها طول فترة العلاج. طيب تقسم بقى 7200 دول على ال 20 مللي جرام اللي هي الجرعة اليومية اللي انت تاخدها من الروكوتان، يطلع لك 360 يوم. يعني انت مثلا لو شخص وزنه 60 كيلو جرام وبياخد جرعة 20 مللي جرام يبقى المفروض ان هو يمشي عليه لمدة سنة كاملة. هل انت فعلا حسبت الجرعة مرة قبل كده وخدتها فعلا سنة كاملة لو انت بالوزن ده؟ طيب سيبك من الحتة دي، لو نفس الشخص وزنه 60 كيلو جرام وبياخد جرعة يومية 30 مللي جرام من الروكوتان يبقى المفروض ان هو يمشي عليه فترة قد كيف؟ تضرب ال 60 كيلو جرام في ال 120 مللي جرام اللي هي الجرعة الثابتة اللي احنا اتكلمنا عنها، هتساوي 7200 مللي جرام. تقسم ال 7200 مللي جرام على ال 30 مللي جرام اللي هي جرعه الروكوتان، هيطلع لك حوالي 280 يوم. يبقى انت المفروض لو شخص وزنه 60 كيلو جرام وبياخد جرعه يوميه 30 مللي جرام من الروكوتان المفروض يمشي عليه لمده 8 شهور. طبعا انت كل شخص بقى يحسب وزنه على بناء على الحسابات دي ويحسب الجرعه بتاعته وهيعرف هو بيستخدم لمده قد كيف. طيب انا بستخدم جرعه 20 او جرعه 30 او جرعه 40 مللي جرام بناء على ايه؟ بناء على الوزن وبناء على التحاليل اللي بيطلبها الدكتور من الشخص ده. بمعنى ايه؟ في تحاليل المفروض انك انت تعملها قبل ما تستخدم قرص العلاج بتاع الروكوتان وفي اثناء استخدامك لقرص العلاج بتاع الروكوتان. التحاليل دي عباره عن ايه؟ تحاليل انزيمات كبد وتحاليل الدهون بتاع الدم. لو حصل ارتفاع في دهون الدم وانزيمات الكبد في اثناء استخدامك لقرص العلاج بتاع الروكوتان يبقى المفروض انك انت بتقلله جرعه. لكن لو انت
ما حصلش فيه اي تغير في التحاليل، والتحاليل ثابته سواء قبل او اثناء علاجك بجرعه قتال، يبقى المفروض انك انت لو انت عاوز تزود الجرعه ممكن تزود الجرعه وتقلل المده الزمنيه اللي هتستخدم فيها الرعاه قتال. انت بتاخد لو انت اخدت الجرعه صح والمده الزمنيه اللي انت خدتها فيها صح، هتقابلك مشكله تاني. المفروض ان الرعاه قتال لما بتيجي تستخدمه بتستخدمه بعد وجبه يكون فيها كميه دهون كتيره جدا عشان تحصل على اقصى امتصاص لحبوب الرعاه قتال. النقطة التانية برضو اللي حابب اتكلم فيها، انا استخدمت الجرعة صح وخدته مدة زمنية صح وكنت باخده مع وجبات فيها دهون، بس برضو الحبوب رجعت في بشرتي بعد ما استخدمت كورس علاج بتاع الايزوتروبين. اقدر اقول لك انك انت المفروض بعد ما بتخلص كورس علاج بتاع الايزوتروبين او الراكوتين، انك انت بتمشي على كريم او جل بيحتوي على مادة فعالة اسمها بنزويل بروكسيد، وده موجود في البنزاك بتركيز 2.5% و5% و6%، بتمشي عليه مره واحده يوميا لمده 6 شهور عشان تحافظ على النتيجه اللي انت وصلت لها من علاج بالرعاه قتال، او انك انت تستخدم كريم بيحتوي على ماده فعاله اسمه الادابالين او الدفرين مره واحده يوميا بالليل لمده 6 شهور برضو عشان تحافظ على النتيجه اللي انت وصلت لها. يا تستخدم يا الدفرين يا تستخدم البنزاك، الاثنين نفس الحاجه ونفس التاثير. طيب برضو انا استخدمت الدفرين واستخدمت الحاجات اللي انت قلتها دي كلها والحبوب برضو رجعت في بشرتي. اقدر اقول لك ان الحبوب ممكن ترجع في البشره بنسبه بعد الانتهاء من كورس علاج بتاع الايزوتروبين بنسبه حدوث من 14% لحد 50%، يعني 50% ممكن 50% من الناس اللي استخدموا الرعاه قتال يضطروا انه يستخدموا كورس تاني. طيب بيحصل في مين؟ بيحصل في الناس اللي عندها حب شباب شديد جدا في بشرتها، ممكن ترجع معاهم حبوب الشباب تاني بعد الانتهاء من كورس علاج بتاع الايزوتروبين. بيحصل في الستات اللي عندها خلل هرموني، الستات اللي بتعاني من تكيس المبايض دي ممكن تحصل لو انت هي خدت كورس علاج بتاع الايزوتروبين او الروكتين، ممكن ترجع تستخدم ممكن ترجع الحبوب في بشرتها تاني. برضه الذكور عرضه ان الحبوب ترجع في بشرتها تاني اكتر من الاناث. طيب لو الحبوب رجعت المفروض ان انا اعمل ايه؟ المفروض انك انت بتسيب فتره نقاهه لبشرتك على الاقل حوالي 8 شهور او 9 شهور، وبعد كده تفكر انك انت ترجع تستخدم كورس تاني من حبوب الروكتين. النقطة الثالثة الآثار الجانبية، هل فعلا الرعاه قتال بيسبب تساقط شعر وبيسبب حالة من حالات الاكتئاب ولا لا؟ أولا من أشهر الآثار الجانبية للرعاه قتال بيعمل جفاف شديد جدا في البشرة وجفاف شديد جدا في الشفايف لدرجة الشقوقات، فأنت بتستخدم مرطب وتستخدم مرطب للشفايف وبتستخدم واقي شمس. تاني أثر جانبي إنه بيعمل جفاف في العيون وبيعمل جفاف في الأنف، فأنت عشان تتغلب على المشكلتين دول بتستخدم مرطب للأنف وبتستخدم مرطب للعيون. طيب هل فعلا بيحصل تساقط شعر مع استخدام حبوب الرعاه قتال؟ في بعض الحالات ممكن يحصل معاها تساقط شعر، ده بيحصل بنسبه 9%. الرعاه قتال ما بيسببش اي حاله من حالات الاكتئاب، ومفيش اي دراسه بتتكلم عن علاقه الرعاه قتال بالاكتئاب، مفيش اي دراسه بتتكلم ان هو بيسبب حاله من حالات الاكتئاب حتى. اخيرا الرعاه قتال ممنوع منعا نهائيا في الحمل، ليه؟ لانه بيسبب حاله من حالات تشوه الجنين وممكن يسبب وبيسبب حاله من حالات الاجهاض، وعشان كده المفروض انك انت قبل ما تستخدم الرعاه قتال السيدات بتستخدم وسيلتين من وسائل منع الحمل، وبرضه قبل ما تستخدم بتتاكد انه مفيش حمل. النقطه الاخيره لو اي ست بتخطط انها تحمل بعد الانتهاء من كورس العلاج بتاع الايزوتروبين او الرعاه قتال، المفروض بعد الانتهاء من الكورس ده بحوالي 6 شهور. واخيرا لو انت وصلت للجزء ده من حلقتنا ما تنساش تشترك في القناه بتاعتنا وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش برضه تقول لنا رايك في الحلقه، ولو انت عاوز تسال عن حاجه او عاوزنا نتكلم عن حاجه معينه سيبنا اسم الموضوع في التعليقات تحت، واحنا ان شاء الله نعمل لك عنه حلقات كتيره جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.